بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الراسخون في العلم يقدم. بارك عليه. ننتقل بعد ذلك أبو الشيخ إلى أسئلة اليهودي عندما سأل عن الحشر والحساب والجزاء، كلها أمور غيبية، والصراط كذلك. نريد أن نعيش في خلاء يعني ثنايا إجابات النبي صلى الله عليه وسلم حول هذه الإجابات. نعم. قال اليهودي: أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض؟ هذا موقف عظيم أرق اليهودية حتى جاء يسأل عنه. وقد نص الله جل وعلا عليه في كتابه في خاتمة سورة إبراهيم: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. قال: يا محمد، أين يكون الناس يوم تبدل الأرض غير الأرض والخلق كثر، أولهم وآخرهم جنهم وإنسهم؟ قال: هم في الظلمة دون الجسر. الجسر الصراط. ما هي هذه الظلمة؟ العلم عند الله، ويظهر أن اليهودية فقهها وفطنها، ولذلك لم يجادل فيها، وإنما كلم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يعلم أنه قد اطلع على شيء منها. قال: هم في الظلمة دون الجسر. إذن عندما يكون الناس في الظلمة ودون الجسر، هم أحوج ما يكون إلى أن يجتازوا الجسر، وإلا بعد ذلك مهلك. فقال اليهودي: فمن أول الناس إجازة؟ ثم خلق كثير سيجيزون يعبرون هذا الجسر، لكنهم في عبورهم يتقدمهم أقوام، فمن الذي سيحظى بهذا الشرف وينال ذلك القصب من السبق؟ قال عليه الصلاة والسلام: فقراء المهاجرين. لا يمكن أن يستوي عند الله من ترك الديار والأهل والأموال مع فقره، لأن الفقير إن لم يستطع أن يستغني في داره بين عشيرته وقومه وقرابته، فمن باب أولى أن لا يغتني عند قوم أغراب. لكنه لما ترك الدار والأهل والعشيرة ومظنت أن يستغني يوما أو آخر من أجل الله، كانوا هؤلاء أول من يجيز الصراط. هل هذا قول عليه الصلاة والسلام فقراء المهاجرين ينصرف إلى فقراء المهاجرين من الصحابة، أو فقراء المهاجرين عبر التاريخ؟ لأن المهاجرين إلى الله كثر، المهاجرين إلى الله كثر عبر التاريخ. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر لما هاجر عثمان بزوجته، قال إنه أول من هاجر في سبيل الله بعد إبراهيم، أو قال بعد لوط. وإبراهيم عليه الصلاة والسلام الله جل وعلا قال: فآمن له لوط ونقف، وقال: إني مهاجر إلى ربي. تحتمل لوط، لكن الصواب أنها في حق إبراهيم، لأن الله قال: فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله. فالهجرة من دار تمنعك أن تعبد، أن يعبد الله فيها حق العبادة، تصبح واجبة. ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها. فهؤلاء فقراء المهاجرين، وقد تنصرف في المقام الأول إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة، والذين نص الله على أسبقيتهم وأوليتهم في قوله جل ذكره: والسابقون الأولون من المهاجرين. وقال ربنا في الحشر: للفقراء المهاجرين. فهؤلاء الفقراء المهاجرين عندما ينصب الصراط وتشرئب الأعناق، من الذي سيجتاز؟ من الذي سيفوز؟ الله جل وعلا رب ذو عدل وحكم ذو فضل. وهؤلاء من أجل الله صاموا الهواجر، ومن أجل الله تركوا الديار، ومن أجل الله تركوا الأموال، ومن أجل الله قاموا بين يديه ويسبغون الوضوء. فلما جاءت الظلمة وأراد كل واحد أن يفر منها ويخرج عنها، كانوا أول الخلق إجازة إكراما لهم ومعاملة لهم بفضل الله تبارك وتعالى عليهم. ونقول كما نقول في كل مرة: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولو أن الإنسان إذا جاء يقوم من الليل، أو يصنع طاعة، أو يبر والديه، أو يلاقي عدو مسلم بمعنى من التلاحي حول الدينار والدرهم، تذكر الظلمة وتذكر عبور الجسر، لرعوى كثيرا مما هو فيه. ولما افتخر أحد خلفاء بني أمية على أحد الصالحين وقال: إن أبي وأبي، قال: لو أخبرك أبوك بما صار إليه لرجعت عما أنت عليه. لا إله. لو أخبرك أبوك بما صار عليه لرجعت عما أنت عليه. ولو أننا خاطبنا من سبقنا إلى الله من الأموات فبصرك اليوم حديد، لرجعنا عن كثير مما نحن عليه.
نسأل الله العافية والمغفرة والستر. اللهم آمين. فنقول قال هم في الظلمة دون الجسر، قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. اجتازوا الآن، وهذا الصراط، قبل أن أقول اجتازوا، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه مدحضة مزلة، وقال فمسلم فناج مسلم وناج مخدوش ومكدوس على وجهه في نار جهنم. ولما قال عليه الصلاة والسلام كالبرق كالطرف كأجاود الخيل كأجاود الركاب، الناس في سعيهم إلى ربهم يتفاوتون. ولو جعلت صلاة الجماعة في الفجر مضرب مثل، هناك من يأتي قبل المؤذن، وهناك من يأتي بعد الأذان، وهناك من يأتي على تكبيرة الإحرام، وهناك من يدرك منها ركعة، وهناك من يدرك منها تسليمة، وهناك من يأتي وقد صلى الناس، وهناك من لا يأتي يصلي في بيته، وهناك من عياذا بالله، وهذا لا ظن مسلما يؤمن بالله واليوم الآخر يصنعه، من لا يصلي. هل يتصور أن يكون مرور هؤلاء جميعا على الصراط حال واحدة؟ لا، حاشا لله. ما ظن الجاهلية؟ ظن الجاهلية أن تظن بالله أن هؤلاء جميعا سيكون سيرهم على الصراط واحدة، محال. هذا معنى من معاني قول الله يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. لا يمكن أن يستووا بين يدي الله، لا يمكن أن يكون عبورهم على الصراط واحدة. وقس على صلاة الفجر الكثير من الطاعات والكثير من أفعال الخيرات والكثير من الأعمال الصالحة. رجل يعادى فيكظم الغيظ، ما به عجز أن ينتصر، لكنه يرجو ما عند الله، ويتذكر قول الله فمن عفا وأصلح. ورجل يبادر فيصبح لا له ولا عليه، وجزاء سيئة سيئة مثلها. ورجل يظلم ويسرف ويفحش في القول ويفجر في الخطاب لمجرد أنه أوذي إيذاء يسيرا. وكذلك هؤلاء لا يمكن أن يستووا في أن يتماثلوا في مشيهم على الصراط. قال من أول الناس إجازة، جاء قضية عبور الصراط. من اجتاز الصراط لا مقام له إلا الجنة. قال فمن أول الناس إجازة؟ قال فقراء المهاجرين. قال فما تحفتهم حين يدخلون الجنة؟ ما أول ما يقابلون به من طعام؟ قال زيادة كبد النون، النون الحوت. والله جل وعلا يقول في كتابه العظيم وذا النون إذ ذهب مغاضبا، والحديث عن يونس ولعلاقته عليه الصلاة والسلام بالحوت. زيادة كبد النون طرف الكبد، وهي ألذ شيء فيه. وإن قال قائل كيف عرفت؟ قلنا لو لم تكن كذلك لما جعلها الله تحفة لأهل الجنة. فالكريم لا يعطي إلا الأمثل صلوات الله وسلامه عليه، ولا صلوات لا يعطي إلا الأمثل تبارك ربنا وجل ذكره. والكريم لا يمن إلا بالأفضل، زيادة كبد النون الحوت، فيطعمونها. فقال اليهودي فما غداؤهم؟ هذه مفترض تكون الرواية الصحيحة، لأن غداء تعني الوقت، أما غذاء يعني الأكل دائما، لكن الغداء المرتبط بوقت يقال له غداء. قال فما غداؤهم على إثرها؟ قال عليه الصلاة والسلام ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. نحن نعلم أن الداخلين إلى الجنة كثير، ومع ذلك لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم إلا ثورا واحدا ينحر له، لسببين: الجنة لا جوع فيها، والأمر الثاني إن ثورا يرتع في أطراف الجنة لحري أن يطعم الخلق جميعا، أن يكون طعاما للخلق جميعا. وهذا يسوقنا إلى ما يعرف في الدنيا بالبركة، وثمة أشياء يلحقها شيء مما في الجنة، وهي قضية البركة. الله جل وعلا سمى كتابه العظيم بأنه كتاب مبارك لتعدد نفعه وعظيم أثره في الخلق، لأنه من دلك على الله وعرفك بالجنة فلا بركة أعظم منه. وهذا هو ما يؤثره القرآن في قلوب من يتبعه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. نعود هنا فنقول قال عليه الصلاة والسلام ينحر لهم ثور الجنة الذي كان يأكل من أطرافها. والثور الذكر من طائفة البقر، والبقر إحدى بهيمة الأنعام، إحدى بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم.
وطعامهم بعد أن فرغوا من الطعام سأل اليهودي قال فما شرابهم عليها بعد إذ؟ قال عين فيها تسمى سلسبيل. واليهودي يعرف، وهذا مذكور عندهم في التوراة غالبا، ولهذا عرفه أو من اطلاعات أخرى، لكن غالبا هذا الأمر الشيخ ما قبل دخول الجنة، هذا مع أول دخول الجنة. نعم. اجتازوا الصراط ودخلوا الجنة، وهذا كأنه الأيام الأولى في الجنة، لأن الموقف يوم القيامة يقيل، يبدأ صباحا. نعم. نهارا أول النهار، قال أهل العلم ما يأتي ضحى إلا وقد قال أهل الجنة قد قالوا في أماكنهم. الله أكبر. وهذا من أعظم العطايا، وأنا أستشعر هذا متى؟ في يوم عرفة. يوم عرفة في شدة زحام. نعم. وتخرج السيارات الباصات المشاة على الأقدام يخرجون من منى. نعم. فلا تأتي الساعة 11 غالبا في يوم عرفة إلا والناس في خيامه قد قالوا، وينتظر كل من حج منهم من صاحب الحملة طعاما غداء قبل أن يتفرق الناس للدعاء، فيصبحوا كأنهم يقيلون. في كل سنة أحج وإن كان حج قليل أتذكر قول هذا القول أنه لا يأتي ضحى ذلك اليوم إلا هم يقيلون في الجنة. فالإنسان يعلم تقصيره ويعلم خطاياه ويعلم ذنوبه ويعلم تفريطه، نسأل الله العافية والمغفرة، لكنه يقول عسى الذي أكرمنا وأنعم علينا ورحمنا وأخرجنا من بيوتنا وجعلنا نقيل في هذه الخيام ضحى هذا اليوم المجمع فيه الناس، لعله جل وعلا برحمته وفضله وإحسانه يرحمنا فيجعلنا نقيل في الجنة يوم العرض الأكبر. قال الله جل وعلا أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. وأحسن مقيلا. قال وما شربهم عليها بعد إذ؟ قال عينا فيها تسمى سلسبيلا، كأنه والعلم عند الله يذكر الأيام واللحظات الأول لدخول أهل الجنة الجنة، ثم بعد ذلك يتتابع نعيم الرحمن على من من الله عليهم بالإيمان في الدنيا. وهذا الغاية من ذكره، وإن كان أمرا غيبيا لم يقع بعد ويرتقبه المؤمنون، والله قال عن أهل معصيته، قال عن أهل طاعته مشفقون منها، يعني أما عياذا بالله من كفر لا يبالي. المقصود من هذا هذه المعاني إذا رسخت في القلب ونبتت فيه نبتة حقة أثمرت عن ذلك عملا وكثرة ذكر واتعاظ وعبرة وخوف ووجل وغير ذلك مما يستحسن بالمؤمن أن يتحلى به. فتح الله عليكم فضيلة الشيخ.